مشهورة على تيك توك وراحت برنامج إكس فاكتر عملت قلبان بصوتها. راغب علامة وقفها عن الغنى وتصرف معاها تصرف ما كانتش تتوقعه. أبوها انهار من العياط على اللي حصل ولجنة التحكيم فاجئتها. كلام هنا عن المطربة الشابة حنين الشاطر، إزاي قدرت تحقق شهرة كبيرة على تيك توك وشاركت في إكس فاكتر، وإيه أبرز المعلومات عن حنين الشاطر بعد التصرف راغب علامة معاها، وإيه سبب انهيار أبوها من العياط. حكايات وأسرار كتير عن حنين الشاطر هتعرفوها معنا في الفيديو ده. عملت أكاونت على تيك توك وقدرت منه توصل صوتها للملايين. في اللي شكك في صوتها وقال ده مصطنع، وفي اللي قال لأ ده حقيقي، بس في كل فيديو بتظهر فيه كانت بتلاقي دعم من أكتر واحد ممكن يسندها في الدنيا، أبوها اللي أصلاً صوته أحلى منها. حنين الشاطر قررت تخرج بصوتها بره التيك توك وتغني لايف. لسه ما كملتش 20 سنة، بس اللي حصل لها خلاها مش مصدقة نفسها. حنين الشاطر اسمه ممكن ما تكونش سمعت عنه في مصر ولا في الوطن العربي حد يعرفها، وده طبيعي، محدش شافها على شاشة فضائية محلية ولا دولية، بس من التيك توك بقى عندها 500,000 متابع، والفيديوهات بتاعتها قربت من 3,000,000 لايك. تخيل بقى انها وصلت على مسرح اكس فاكتر عشان تقف قدام لجنة تحكيم فيها نجوم زي انغام وراغب علامة وعبدالله روشيد، وفي اقل من دقيقة من غناها يا مجنون مش انا ليلى قام الفنان راغب علامة اتخذ ضدها قرار غريب ومفاجئ ليها وكمان لابوها وللجمهور اللي حاضر في المسرح. هو وقفها عن الغنى خالص وشاور بايده كده بس، الموسيقى بطلت وهي مستغربه. راغب علامه قال لها مش هتكملي غنى. هي من جواها بتقول ازاي، ده انا جايه المسرح وسفر وطالعه ببتسم وشكلي هادي ولابسه بدله رقيقه وملامحي زي ما انتوا شايفين كده وماسكه الميكروفون وبغني يا مجنون للفنانه اصاله، تقوم انت تعمل كده فيا؟ ايوه واكتر من كده. ده خلاها اتوترت جدا، اسئلته غريبه، وقف الموسيقى وقال لها انت حاسه انك بتغني كويس؟ فترددت وحست بالقلق وردت يمكن ما غنتش بشكل حلو النهارده عشان متوتره جدا، بس راغب علامه كان محضر مفاجاه كانت فارقه جدا معاها ومميزه ليها لوحدها، وخرج كارت اكس الاسود، وده معناه انها اتاهلت للمرحله الثانيه من البرنامج بشكل مباشر من غير تصفيات. راغب علامه قال عن حنين الشاطر: لو تسمح لي لجنه التحكيم انا بحس ان انت هتكوني في الايام الجايه موجوده بجداره في الصفوف الاولى في اكس فاكتور. طبعا لجنه التحكيم على طول وافقت وكانت مقتنعه باللي عمله راغب معاها، وانغام قالت لها انت متمكنه، صوت بيلمع وموهبه كبيره وصوت واعد، لكن عبدالله روشيد قال لها سلمي على بابا. طب ايه حكايه بابا؟ حنين قالت عن تجربتها: انا النهارده معايا بابا، وجوده بيديني ثقه اكبر وحماس وبيحفزني وبيخليني اطلع كل اللي عندي، بس هو بعد ما شاف اللي حصل مع بنته في الاول كان مستغرب وقعد يقول في ايه، اصل هو عارف صوتها وواثق في بنته ودايما بيدعمها، طب ليه موضوع ايقاف الموسيقى بالشكل المفاجئ ده؟ بس هو عيط ودموع الفرح ما كانش عارف يلاحق عليها، لحد ما بنته خرجت من المسرح وهي منتصره كده وعرف انها اتاهلت وحضنها وقال لها بقالك 10 سنين بتتعبي يا بنتي. حنين الشاطر حققت شهرة كبيرة من التيك توك بعد ما ظهرت في مقاطع غنائية مع أبوها وهم بيغنوا سوا الأغاني القديمة والحديثة، وواضح إن باباها ده هو اللي بيوجهها لأداء بعض الأغنيات بشكل معين ودايما يطلب الجمهور منهم يشوفوهم في بعض الأغاني مع بعض. وحنين بدأت الغنى وهي لسه بنت صغيرة عندها 4 سنين، وبتوصف أبوها إن هو حافظها ومعلمها وصديقها الأول اللي بيعلمها الغنى وبيحسن من أدائها، وده وهما في أي مكان سواء في البيت أو راكبين العربية أو هما رايحين أي حد. فتفتكروا فعلا حنين الشاطر هتكون هي الإكس فاكتور السنة دي؟